نضيف المي بهذه الطريقة وبتأكسوها ومنملح والبندورة نسلقيت صار جاهزة. نسلق البطاطا كرمال نعطي نكهة التدخين للبندورة. بتجيبوا العشب زيت الزيتون، هيدي الفحمة مولعينا بنحطها بيناتهم وبنحطها بالفرن من تحت. بدخلها للبندورة، البندورة بتاخد نكهة التدخين وبنبلش فيها شغل. قشر البندورة، اوعى تكبوها. قشر البندورة بهالشكل، افتحوها. بهار اسود وملح وعلى الفرن. والبطاطا صار جاهزة. اوريجانو. بتمدوها لتصير رقيقة كثير. هلا بنحطها بصينية وفوت على الفرن. نص ساعة درجة حرارة 130 البطاطا جوا وهيك بكون سحبنا قشر البندورة اللي هي صار مثل الشيبس. البندورة تدخنت وصار جاهزة لنطبخها. ضيف الزيت الزيتون. كوم. كراك وكرابس. والبندورة. ملح. بهار اسود. ملعقتين فاسكو. بترك البندورة لتستوي لتبق ميتها وبعدين بنطحنها. شربة البندورة بنتركها هلا 10 دقايق لتعقد. هاي البطاطا شربة البندورة صار جاهزة. تسكو البندورة مع باستا. نزيد لها البندورة للتشيبس. الزينة. وجبنة بارميزون. نسكب شوربة البندورة، رشة زيت زيتون، البطاطا التشيبس، الكريم فرش. هلا بنذوقها. توميتو سوب عند ألين كيتري، تعالوا جربوها.